إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم استجمع أسباب العظمة، استجمع أسباب الخلق الرفيع، كان صلى الله عليه وسلم قرآناً يمشي على هذه الأرض. بكل ما تقرؤونه في كتاب الله تعالى من آيات تحض على الزهد والرفق وطاعة الله سبحانه وتعالى والقيام بشأن الناس ومعالي الأمور وحميد الخصال والأخلاق، كانت متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. كان هؤلاء الصحابة الكرام الذين عجب عروة بن مسعود الثقفي من مبادرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من غضهم لأصواتهم أمام صوته أمامه، من عدم جعلهم أبصارهم في بصره صلى الله عليه وسلم، بل يغضون رؤوسهم أيضاً إجلالاً واحتراماً للنبي صلى الله عليه وسلم. لعل عروة ابن مسعود الثقفي لم ينظر إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم، لم يخالطه في سفر، لذلك كان يعجب من هذا التعظيم الذي يعظمه إياه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وما علم أن الذي أمامه هو أكمل البشر، ما علم أن الذي أمامه هو أكثر المؤمنين إيماناً، أشدهم حرصاً على نفسه وعلى المؤمنين. كان رجلاً في خاصة نفسه وذاتها عظيماً في خلقه. كان صلى الله عليه وسلم في جسده الذي هو البدء حينما يريد الإنسان أن تكون له منزلة عند الآخرين، كان أكمل الناس عناية لبدنه وجسده. كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تنبعث منه رائحة كريهة. كان كما جاء في الحديث الصحيح أهدي إليه من قبل بعض أزواجه ثوب من صوف، وأثر ذلك الثوب في جسده حتى انبعثت أو وجد في ذلك الثوب ريح عرق، فألقاه صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه ما كان يود أن يخرج إلى أصحابه إلا بأكمل هيئة يستطيعها وفق ما أعطاه الله تعالى ويسر له من مال. كان لا يترك الطيب، بل إنه صلى الله عليه وسلم يذهب كثيرا من ماله في الطيب لأجل أن لا تجد أزواجه، أن لا يجد الصحابة حوله منه رائحة تؤذيهم. كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيته إلا ويبتدر أسنانه بالسواك حتى لا يجد شيء أحد من أزواجه منه ريحا كريهة. كان صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل أن يحرم، وبعد أن يتحلل من إحرامه يسارع إلى الطيب مباشرة عناية بجسده الشريف الطاهر حتى لا يجد أحد من الناس منه ريحا كريهة. كان صلى الله عليه وسلم يرجل شعره وينظر في المرآة ويدعو ربه أن يحسن خلقه كما حسن خلقه، لأنه ما كان يريد إلا أن يرى بأكمل الهيئات. وإن جئتم إلى تعامله مع الآخرين نجدنا ننظر إليه صلى الله عليه وسلم في بره بأبويه، في بره بأبويه اللذين لم يدركهما صلى الله عليه وسلم. جاء في الروايات الصحيحة التي ذكرناها من قبل أنه أقبل من سفر إلى المدينة المنورة، فما لك ما يقول الفاروق رضي الله تعالى عنه إلى قبر قديم فأخذ يبكي عنده بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم. فسأله الصحابة بعد ذلك: لم تبكي يا رسول الله؟ سنبكي معك، أي إن كان هنالك داع إلى البكاء. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزارها صلى الله عليه وسلم وبكى عند قبرها بكاء مريرا رحمة بأمه أنها لم تدرك شريعة الإسلام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما تمالكوا بعد هذا البكاء منه إلا أن تدمع أعينهم وإلا أن يبكوا بكاء كثيرا وأن يسفحوا ساخن العبرات على وجناتهم، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. ثم إنه بعد ذلك مع خلطائه في بيته مع أزواجه صلى الله عليه وسلم ما كنا يجدن منهم إلا
حميد الخصال ما كان إلا الزوج المثالي الذي يقوم بشأنهن رضي الله تعالى عنهن. لذلك حينما خيرهن صلى الله عليه وسلم بينه وبين أن يطلقهن، حينما جاءته بعضهن تسأله أن تعيش عيشة كسرى وقيصر وغيرهم من علية الناس في الحياة الدنيا، خيرهن صلى الله عليه وسلم: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فخيرهن صلى الله عليه وسلم. وجاءت السيدة عائشة وقالت له: يا رسول الله، إني أختار الله ورسوله. فقال لها: استأمري أبويك يا عائشة. فقالت له: أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ لأنها لم تجد من هذا الزوج الكريم المفضال إلا الخلق الرفيع. كانت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها قبل أن ينبأ جاءته، وبعد أن نزل عليه الوحي وجاءها صلى الله عليه وسلم فزعا خائفا، كانت تقوم معه في هذا الموضع وقال لها: يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي، أي من هذا الأمر العظيم الذي داهمه. فقالت له رضي الله تعالى عنها: كلا والله، لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، أي أنك رجل كامل في أخلاقه يا محمد، فلن يخزيك الله أبدا. أثمة زوجة ساخطة على زوجها يمكن أن تتحدث بهذه الكلمات؟ إنها عين الرضا التي كانت تراها هؤلاء النسوة من رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم.